أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الاجتماعية والثقافية والدينية. فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله. ثم اختلاف الناس والدواب والأنعام، كل ذلك مختلف ألوانه، وهذا دليل على قدرته جل وعلا. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، إنما تفيد الحصر، فالخشية لا تقع إلا من العلماء، لأن عندنا خوف وخشية ورهبة ووجل. قالوا: هذه كلها تشترك في أنها خوف، لكن الخوف المطلق وفزع القلب، والخشية هي الخوف المصحوب بعلم، هي الخوف المصحوب بالعلم عمن تخافه. هذه خشية العلماء، يعرفون ربهم، ولهذا خوفهم منه خوف خشية، خوف مقرون بالعلم. والرهبة هي الإقلاع عن العمل، يعني هو الخوف الذي يثمر الهروب مما يخاف منه والإقلاع عنه. نعم، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. جل عزيز لا يغالب، قوي ذو العزة، وأيضا غفور يغفر الذنوب، فهو لا تحمله قوته وعزته ومنعته على ترك عباده أو عدم مغفرة ذنوبهم، فهو جل وعلا يجمع بين العزة والمغفرة، هذا غاية الكمال، هذا غاية الكمال. ولهذا جاء في الحديث: العفو عند المقدرة. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر. لاحظوا يا أخوان، إن الذين يتلون كتاب الله، قراءة القرآن، اسأل نفسك ما نصيبك من القرآن؟ القرآن يا أخي السنة أن تقرأ كل يوم ورد من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم حديث عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا أمر متقرر عند الصحابة، حزبون القرآن يقومون فيه بالليل، هذا هو الأفضل كل يوم. نعم، لا تقول مشغول، عندي وظيفة، عندي عمل، أشغلني الجوال، أشغلتني الدورة. ضع وقت خاص للقرآن، قف عنده، قف مع نفسك وقفة جازمة، يفتح الله عليك ويصبح هذا شيء ما تتركه بحال من الأحوال إلا عند العجز. لكن نقرأ في رمضان، نقرأ يوم الجمعة فقط، ولكن اليوم الحمد لله ما صار عندي شغل والحمد لله قرأت. لا، اجعلك جاهد نفسك يا أخي، والله ستجد مشكلة في البداية في المجاهدة والمعاناة، ويوم تنسى ويوم ثقيل ويوم تبي تروح، لكن جاهد وانظر ما هي الثمرة التي ستحصل لك بعد ذلك، ما هو الخير والإيمان الذي ينبت في قلبك عند قراءة القرآن. بس الأمور تحتاج مجاهدة، جاهد فترة من الزمان، واليوم الذي يفوت عليك حزبك تقع في هم ما يعلمه الله عز وجل. وكم ينزل لك، ينزل في قلبك من الطمأنينة والسكينة عند قراءة القرآن، وفرار الشياطين من البيت، وصلاح البيت وهدوء البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. يا أخي عاهد ربك وألزم نفسك، خليك تبدأ بجزء كل يوم، جزء جزء. كم يأخذ منك؟ ما يأخذ منك وقت. كم تمضي بالله على الجوال، على الانترنت؟ هات القرآن نصف ساعة، ثلث ساعة إذا كنت تقرأ بسرعة، ومع مرور الأيام زد. جمهور الصحابة كانوا يختمون في 7 أيام، فيهم المزارع، فيهم التاجر، فيهم الذي يعمل بيده. لكن أنت إذا ما جعلت القرآن، قراءة القرآن من أولياتك،
هنا تأتي المشكلة. بعدين أقرأ، لا إلا مثل ما أصلي الصلاة الخمس لابد أقرأ قرآن اليوم، أقرأ جزءا ثم يهونه الله عليك. والله إذا جاهدت فيه استمرت عليه يهونه الله عليك ويتيسر أمر ويذهب هذا الثقل وهذه المجاهدة. وانظروا صفات المؤمنين، قال إن الذين يتلون كتاب الله، هذه صفتهم، يتلون القرآن، هذا هو معنى تحزيب القرآن، وأقاموا الصلاة، أتوا بالصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين خالصة لله كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها، أدوها في أوقاتها، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير، لكن تأمل، قال سرا وعلانية، قالوا تقديم السر على العلانية فيه دليل أن الإنفاق سرا أفضل من الإنفاق علانية، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولكن أيضا يعلن أحيانا، خاصة إذا رأى أن الإعلان فيه خير، كأن يكون لما يعلن الناس يتبعون وراءه، يعطون هذا المسكين، يخبرهم فلان محتاج، ويقصد هو يقصد وجه الله، لكن يريد الناس لا بأس الإعلان أحيانا، ولكن السر أفضل، والإعلان أحيانا أيضا كما ذكره الله هنا. وأنفق ما رزقناهم. ثم تأمل يا أخي، لا تبخل بالمال، الله يقول ما رزقناهم، من اللي أعطاك المال؟ من اللي رزقكه؟ الله، هذا ما قال، ما قال من رزقكم، قال ما رزقناكم، إحنا أعطيناكم إياه ما تصدقوا منه، ما دام الرزق رزق الله لماذا أنا لا أخرجه؟ لماذا أشح عليه؟ هذا رزق الله وأنفقه على عباد الله طبعا بحدود، الإنسان لا يسرف ولا يقتر. ثم قال جل وعلا أولئك، نعم، قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تكسد ولن تخسر. هذا تنبيه على الإخلاص، يكون تلاوة القرآن، إقامة الصلاة، الإنفاق سرا وعلانية، تبتغي بذلك وجه الله، تبتغي بذلك وجه الله لتنال الجنة وتدخل الجنة حتى تربح تجارتك. والله العمل مع الله تجارة، بس أخلص العمل. ثم قال جل وعلا يوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلا، الله أكبر. قالوا اللام هنا لام العاقبة، لام العاقبة، لتكون العاقبة أن الله سبحانه، لتكون عاقبة أمرهم أن الله يوفيهم أجورهم كاملة، بل يضاعف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويزيدهم من فضله، والله ذو الفضل العظيم، يضاعف لهم الحسنات، يرونه جل وعلا في الجنة ما أده لهم من ثواب. قال ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، غفور للذنوب، شكور يشكر عباده، يشكر من أطاعه، يشكر من شكر النعمة، فيزيده من فضله. ثم قال جل وعلا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، أيضا هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وبيان أنه لا يلزم من تكذيب هؤلاء الكفار لك أنك غير صادق، فأنت رسولنا والذي جئت به هو الحق، وهذا إخبار من الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن هو الحق المتلبس بالحق والصدق، لا مرية فيه، ليس بكذب ولا باطل. قال مصدقا لما بين يديه، أيضا الدليل على صدقه، يصدق ما بين يديه في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل التي لم تحرف وبقيت على إنزال الله لها، فهو يصدقها ويؤيدها هذا الكتاب. ثم قال إن الله
بعباده لخبير بصير. خبير، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، بصير يبصرهم ويراهم. فما دام أن ربك خبير بصير فاعمل وأبشر، لا يضيع عليك شيء، الله يعلم صدقك، بصير بك، لكن اعمل تجد، اعمل تجد. العمل لابد منه يا أخوان. أما الأماني والتسويف هذا يقطع العمر والإنسان ما شعر. أهم شيء بادر الآخرة، بادر الآخرة، والله ما تدري متى تموت، لا تنتظر. ثم قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.